عشرة الظهر. الواحدة ظهرا هنا في تونس، الثالثة بعد الظهر بتوقيت غزة. من الإذاعة الوطنية التونسية نحييكم ونقدم إليكم نشرة الأخبار. إعلان نتائج مناظرة الدخول إلى الإعداديات النموذجية بالإرساليات القصيرة. نسبة النجاح نهزت 39.67% والتلميذة لينا بن علي حقي تحرز أعلى معدل وطني. استعداداً لرئاسية 2024، اليوم انطلاق التسجيل الآلي لكل الناخبين في الداخل والخارج من غير المسجلين. دولياً، مقتل عشرة جنود صهاينة في عملية للمقاومة بمدينة غزة، والإدارة الأمريكية تعلن استئناف مفاوضات تبادل الأسرى اليوم. إلى التفاصيل. تسعة وثلاثون فاصل سبعة وستين بالمئة نسبة النجاح في مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية السيزيام، وتحصلت التلميذة لينا بن علي حقي من القصرين على أعلى معدل وطني 19.65 وفق ما صرحت به اليوم وزيرة التربية سلوى العباسي لنجاة حسن. وبلغ عدد الذين تحصلوا على معدل 15 فما فوق 4339 مترشحاً. تم توجيه 3680 منهم إلى المدارس الإعدادية النموذجية، وتلقى المترشحون اليوم إرساليات قصيرة على أن تعلن النتائج رسمياً يوم غد. نتائج هذه الدورة في مناظرة الدخول إلى الإعداديات النموذجية كانت مشرفة. 39.67% تحصلوا على معدل 10 فما فوق، يعني هم الناجحون، والنسبة تحسنت مقارنة السنة الفارطة التي لم تتجاوز 36.15%. الذين تحصلوا على معدلات تفوق 4339، وعدد الموجهين إلى الإعداديات النموذجية 3680، والأولى وطنيا بنوتة من ولاية القصرين، وهي مفاجأة تدل اللي راهو تونس حافلة بالطاقات الإيجابية ولزهراتنا وبراعمنا في كل ربوع هذا الوطن. تحية إلى لينا بن علي حقي اللي أحرزت نجاح بتفوق معدل 19.65. التلميذة لينا بن علي حقي صاحبة أعلى معدل على المستوى الوطني في مناظرة السيزيام أكدت أنها سعت إلى هذا التفوق الذي حلمت به دوما. أنا فرحانة برشا بالريزلت هذي، صراحة كنت أتمنى أني نوصل المرحلة هذي، أني نكون في رتبة كيف هذي، وبذلت برشا مجهود. فرحانة أني خليت عائلتي فخورة بيا، وكنت نتمنى أني يجيلوا لها الجهورية، وهوني الحمد لله وصلت لها. ونتوجه الشكر لمدرستي والمعلمين الكل، مسيو لطفي، مدام منية، ومدام جميلة، سيدي كراي، مدام عايشة، والدية، ماما وبا، أنهم عاونوني باش نحضر. وبفرح وفخر عبر والدة التلميذة المتفوقة لينا بن علي حقي في تصريح للأخبار عن الاعتزاز بهذا التتويج لمجهودات ابنتهما وبدور الإطار التربوي. نشكر بنتي، هنيها، ونقول اللي النجاح هذا راه ثمره نتاع 6 سنين عمل، ما جاش من فراغ، وان شاء الله التلام بالكل ينزلوا على نفس المنوال، وان شاء الله بالتوفيق للناس الكل. ام لينا حقي بدري محمدي ميدسان في سونتي بوبليك، الحمد لله فرحه كبيره الحق، ما تخيلتش الحقيقه، هي نعرفها متميزه، ما توقعتش باش تكون على الجمهوريه. الحمد لله الحمد لله يا ربي، هو راهو ريزلتا نتاع تعب كبير وخدمه وبرسيفيرونس كبيره، الحمد لله دراسة هي ودراسة للإطار التربوي، الحمد لله يمكن مكرر بالنجاح، الحمد لله يا ربي، إن شاء الله العقبة للصغيرات الكل. من جهته هنأ أحد معلمي لينا بن علي حقي تلميذته المتفوقة مثنيا على مجهودها طيلة السنة الدراسية وشغفها بالعلم والمعرفة. أنا لطفي نصرلي، معلم العلوم، ودرس لينا حقي باسمي وباسم الإطار التربوي. نهني لينا حقي ونهني الإطار التربوي بصفة عامة بهذا الإنجاز، فهي تلميذة متميزة، فخر لها وفخر للولايات القصرين بصفة عامة، وهي تلميذة متميزة منذ السنوات الأولى، شغوفة بالعلوم وتريد أن تعرف كل شيء، تريد أن تستفسر عن كل ما يحيط بها. هنئها وهني الإطار التدريسي بصفة عامة.
وفيما يتعلق بامتحان البكالوريا لسنة 24 و2000 أكدت وزيرة التربية سلوى العباسي ارتفاع حالات الغش إلى حوالي 1000. ما أن وزارة التربية تصدت تصديا تاريخيا للغش هذه السنة قبل إنجاز الامتحان وأثناءه وبعده، للأسف ارتفعت حالات الغش إلى ما يقارب 1000 حالة حتى الآن. هذا دليل نجاح الدورة التي أطلقنا عليها دورة الاستحقاق، وستكون كذلك نسب النجاح إن شاء الله في دورة المراقبة ترتفع، ونزيد نفرح بنياتنا وليداتنا والأسر التونسية والدولة التونسية إن شاء الله. انطلقت اليوم دورة التوجيه الجامعي للمتفوقين في امتحان البكالوريا على أن تعلن نتائجها في 9 جويلية الجاري، ويشترط للمشاركة في هذه الدورة الحصول على معدل 16 فما فوق في الدورة الرئيسية للبكالوريا في كل الشعب باستثناء شعبة الأداب التي يشترط فيها الحصول على معدل 14 فما فوق. بعد مصادقة الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس رسميا على رزنامة الانتخابات، ينطلق اليوم التسجيل الآلي لكل الناخبين بالداخل والخارج، إضافة إلى تسجيل من سيبلغ منهم سنهم 18 سنة كاملة قبل يوم من تاريخ الاقتراع الموافق للسادس من أكتوبر المقبل، وفق ما يوضحه الناطق باسم الهيئة محمد تليلي المنصري. في الرزنامة اليوم هو تم عملية التسجيل الآلي للمواطنين الذين لم يقع تسجيلهم بصفة إرادية، وكذلك كل المواطنين اللي بلغوا سن 18 سنة واستخرجوا بطاقة تعريف وطنية بطبيعة الحال، والذين سيبلغون سن 18 قبل يوم الاقتراع يعني إلى غاية يوم 5 أكتوبر، هم بشقة تسجيلهم تسجيل آلي لأنه عندهم حق الانتخاب. وبطبيعة الحال في تنفيذ الرزنامة يوم 14 جويلية هي انطلاق الفترة الانتخابية اللي هي تنطلق قبل بشهرين من موعد الاقتراع، فيها بعض الممنوعات مثل نشر سبر الآراء، كذلك الحملة الانتخابية بتنطلق في 14 سبتمبر إلى غاية يوم 4 أكتوبر. وأوضح الناطق باسم الهيئة هيئة الانتخابات محمد تليلي المنصري أن الهيئة تشرع في حماية المسار الانتخابية وتنطلق فعليا في الرقابة على الفضاء العام مع انطلاق الفترة الانتخابية يوم 14 من جويلية الجاري للتصدي لكل إخلال يمس بهذا المسار. هيئة الانتخابات أكدت يوم أمس وأن انطلقت فعليا في المسار الانتخابي بطبيعة الحال، وهي من دورها كذلك حماية المسار الانتخابي باش تراقب كل ما من شأنه أن يخل بمبدأ الشفافية والنزاهة والخطاب وإلى آخره. أكد رئيس الهيئة وأن هيئة الانتخابات باش تنطلق في رقابة الفضاء العام، هو بطبيعة الحال على احترام القانون سواء كان قانون تاع الحق العام العادي كما القوانين الانتخابية بطبيعة الحال، لأنه الخطاب ونشر الأكاذيب والأخبار الزيفة وإلى آخره كله تدخل في حماية الحياة السياسية وفي رقابة الفضاء العام. لكن نحب هناك تعريف وكونه راو الفترة الانتخابية اللي يكون فيها التدخل بوجود بعض الممنوعات هو تنطلق في 14 جويلية، معناها فعليا اللي فيها بعض الممنوعات مثل نشر صبر الآراء ومثل كذلك تخصيص هاتف مجاني وموزع صوتي لفائدة المترشحين بذاتهم في انتظار وان الحملة الانتخابية في 14 سبتمبر أكثر تضييق وأكثر صرامة بالنسبة لرقابة الهيئة في هذا الخصوص. في الشأن الثقافي تنطلق اليوم فعاليات مهرجان الحمامات الدولي في دورته 58 لتتواصل إلى 3 أوت 2024 تحت شعار الحمامات ديما ضاوية. سهرات المهرجان يؤثثها 30 عرضا يجمع بين المسرح والموسيقى، والافتتاح تمضيه مسرحية عطيل وبعد للمخرج حمادي لهيبي نص بوكثير دوما وإنتاج المركز الثقافي الدولي بالحمامات. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. دوليا، وفي مستجدات الحرب الإسرائيلية على غزة، كثف جيش الاحتلال منذ ساعات الصباح الأولى اليوم قصفه على مناطق عدة من قطاع غزة من بينها خان يونس وجباليا، تزامنا مع توغل للآليات الإسرائيلية في حي النصر شمال مدينة رفح.
وفي الضفة الغربية المحتلة سقوط 5 شهداء وعدد من الجرحى. مراد السبع من فلسطين المحتلة. هذا اليوم 73 بعد 200 الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة والضفة. طواقم الإسعاف انتشلت جثامين 4 شهداء وعدد من الإصابات في قصف لمنزل في عائلة البردويل في حي الدرج. أيضا مدفعية الاحتلال قصفت المناطق الشرقية لحي الشجاعية شرق مدينة غزة. وانتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ أيضا جثامين 5 شهداء كانوا في شارع غزة القديم في بلدة جباليا. لازال القصف الإسرائيلي متواصل تحديدا في منطقة جباليا والشجاعية. وهنا هناك تذمر كبير من المواطنين من حرب التجويع التي تمارسها إسرائيل في تلك المناطق. المواطنون يشتكون من ارتفاع الأسعار جراء نقص المساعدات الغذائية التي تدخل إلى قطاع غزة. في الضفة الفلسطينية قصفت طائرة الاحتلال منزلا في مدينة جنين فاستشهد 5 شبان وأصيب عدد آخر. وردا على المجازر بحق الفلسطينيين، أكدت كتائب القسام مقتل 10 جنود صهاينة في عملية للمقاومة بحي الشجاعية في مدينة غزة. وعلى الجبهة اللبنانية أعلن حزب الله تحقيق إصابات مباشرة في استهداف لموقعين إسرائيليين في تلال كفر شوبا المحتلة. سياسيا، وفي وقت تستمر فيه الحرب الصهيونية المدمرة على القطاع، أعلنت الإدارة الأمريكية استئناف مفاوضات تبادل الأسرى اليوم في وقت توجه رئيس الموساد الإسرائيلي إلى الدوحة على رأس وفد تفاوضي. وبحسب صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، فإن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير هدد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بإسقاط الحكومة إذا اتخذ القرارات بمفرده في قضية صفقة التبادل. من جهته أعلن حزب الله اللبناني اليوم أن أمينه العام حسن نصر الله ناقش مع وفد من حماس يترأسه نائب رئيس الحركة خليل الحية تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار. في بقية أخبارنا العالمية، في بريطانيا أعلن ريتشي توناك استقالته من زعامة حزب المحافظين بعد الهزيمة الانتخابية التي لحقت به في الانتخابات التشريعية البريطانية وعودة العمال إلى الحكم. في فرنسا حثت أحزاب من مختلف أطياف المشهد السياسي الفرنسي حثت الناخبين على المشاركة بقوة في تصويت يوم الأحد المقبل للتأثير بفاعلية على النتيجة في الجولة الثانية من الانتخابات، في وقت أشارت فيه استطلاعات رأي إلى أن اليمين المتطرف سيحصل على أكبر نسبة من الأصوات لكنه لن يصل إلى حد الفوز بأغلبية مطلقة. في إيران يواصل الناخبون الإيرانيون في الإدلاء بأصواتهم في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المبكرة التي تضع المرشح الإصلاحي مسعود بازشكيان في مواجهة منافسه المحافظ سعيد جليلي بعد فشل الجولة الأولى التي جرت في 28 من جوان الماضي. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكيرا بالعناوين. إعلان نتائج مناظرة الدخول إلى الإعداديات النموذجية بإرساليات القصيرة. نسبة النجاح نهزت 39.67% والتلميذة لينا بن علي حاجي تحرز أعلى معدل وطني. استعداداً لرئاسية 2024 اليوم انطلاق التسجيل الآلي لكل الناخبين في الداخل والخارج من غير المسجلين. دولياً، مقتل 10 جنود صهاينة في عملية للمقاومة بمدينة غزة، والإدارة الأمريكية تعلن استئناف مفاوضات تبادل الأسرى اليوم. كانت هذه نشرة الواحدة ظهراً للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.